مازال لي يغلبك رمضان وقيلة. السلام عليكم. كيجي رمضان وديما كيجيو معاه نفس القصص ونفس الحوايج كيتعاودوا. اول سؤال كتسولوه كلكم وهو سؤال ميتافيزيقي ديكارتي وجودي وما عندوش جواب. علاش المغاربه فاش كيكون الغد رمضان كلهم كيمشيو للحمام؟ بغيت نفهم. كبير. فاش كيدخل رمضان اول حاجه كتبدل هي الفيسبوك ديالنا. واش شي ايمان كينزل علينا والفيسبوك كيولي بحالو بحال قناه الناس؟ هالادعيه وهالتهاني وتنتا بالعجز كتجيك شي تهنئه كدير لها كوبي كولي وتصيفط لكاع صحابك. رمضان مبارك سعيد بمغفرة الذنوب إن شاء الله وكل ما حنعيط من الإيمان والتقوى. يا سلام على التقوى. أما شي وحدين الله يسمح ليهم في نهار ديال رمضان عاد هما كيحلى ليهم يبارطاجيو التصاور ديال الكيك لي كلاص الدجاج محمر كيسان ديال الماء باردين كيقليو ليك السم. كبروا شي عقلكم. ولكن واحد الحاجه اللي مابغاش تفهم ليا علاش كنديروا ديك الحاله كلها قدام المخبزات؟ عباد الله لا بغيتي تدخل المخبزه في رمضان بحال داخل الماتش ديال الديربي وانت وزهرك واش تلقى الخبز ولا ما تلقاش. اما خلاص الحليب قصدتو لي تشري كونتربون. خويا ديك السلعه المعلومه وي شحال؟ نص صعب هكا طليت فيك. الله اخيرا القلق تما واحد القضيه اخرى اللي مابغاش تفهم ليا ياك فرمضان قال لي كاع الشياطين كيتربطوا ايوا علاش صحابي باقي كنشوفهم في الزنقه وعلاش شي مسؤولين فرمضان باقي كنشوفهم في التلفازه؟ كيفاش زعما راه عيب عباد الله عيب والله الا عيب بالله. وفي رمضان شحال كيكثر ديال النفاق شي وحدين في رمضان عاد كيعرفوا الصلاه الصدقات الجامع وفين كنتوا العام كله؟ اما الحاجه اللي تيوليو كاع المغاربه عارفينها التوقيت ديال المغرب. صاد معاش كيود المغرب ها مع 47 دقيقه و55 ثانيه. واخا والعشاء معاش كيود ها العشاء رشيد واحد دقيقه عافاك. الحاجه براسها دخل عليها رمضان كلشي تبدل عليها مسكينه. حاجه ياك جاك النهار الاول ديال رمضان وغير سكت وليدي كما دوك الجغيمات ديال المضمضه راني ما تبلع طش ياك الحاجه على وليد كتوضيك وخمسه ديال الدقائق. الله يتقبل الله يتقبل. ايوا زيدنا الحلقه ديالنا سالت كالعاده ما نساوش انكم تلحقوا الموقع ديالنا اجواد كات انفو بويما وديروا لنا واحد سبسكرايب صغير لاشين. نلقاو في حلقه جايه ان شاء الله.